واحد بيقول ما هي المؤهلات العلمية للقديس الأنبا أنطونيوس قبل الرهبنة، ولذلك ما هي المؤهلات المطلوبة لطالبي الرهبنة؟ هو القديس الأنبا أنطونيوس ما كانش عنده مؤهلات علمية، لكن كان عنده حياة إيمان ونسك وعدم محبة للمال وحياة صلاة وحياة وحدة. إذا كانت عندك هذه المؤهلات هيقبلك الدير. الأديرة ما بتشترطش شهادات علمية، لكن بتشترط حياة مقدسة يعيش فيها الإنسان في الدير مع ربنا.